أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: أنا أقول وحياتي، وإذا جرى هذا اللفظ على لساني عادة دون القصد والعقد في القلب أنه غير مؤاخذ به الإنسان، فما حكم قول والشرف والنعمة والعرض والعين والعرض والعين وغيرها؟ وهل هي مثلها أم أنها شرك أصغر؟ وما الفرق بينها وبين الألفاظ التي توجب شرك الأصغر كما نقرأ في كتاب التوحيد وغيرها من كتب العقائد؟ حروف القسم معروفة: الواو والباء والتاء، والله وتالله وبالله، هذه حروف القسم. فإذا جاء بحرف القسم قال وحياتك أو ورأسك أو والأمانة أو غير ذلك، هذا حلف، هذا حلف، هو شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله إنه يكون شركا أكبر. وإذا جرى على اللسان من غير قصد فإنه لا يضر، قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا هو اللغو الذي يجري على اللسان بغير قصد، وإن كان صورته صورة اليمين إلا أنه لم ينوه، لكن مع هذا الإنسان لا يعود نفسه الحلف بغير الله ويقول أنا ما نويت ولا قصدت، يترك هذا ويتجنب. وإذا تجنبه فإنه لن يأتي على لسانه، لأن الشيء بالاعتياد، يتجنب الإنسان هذه الأمور. ولا يكون معنى أنه إذا كان لا يقصد أنه ما عليه شيء أن الإنسان يتساهل في هذه الأمور، يقول ما دام ما عليه شيء ويعود لسانه هذه الأشياء، ما يصلح، تجنبه. وأما الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ شرك أصغر، ومعنى في الألفاظ يعني لا بالاعتقاد، باللفظ فقط، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك في الألفاظ، لأنه لم ينوي بقلبه وإنما تلفظ وأشرك المخلوق مع الخالق باللفظ، لولا الله وأنت جاء بالواو التي للتشريك، ما شاء الله وشئت وغير ذلك، هذا شرك في الألفاظ. لولا فلان ما حصل كذا، لولا أن الملاح كان حاذقا لما مشت السفينة، لولا، ما يجوز، كل هذا من الشرك في الألفاظ، وهو شرك أصغر وفيه إثم عظيم وهو من الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة، هذا هو الشرك في الألفاظ. أما الشرك في النيات وهو الشرك الخفي فهذا الرياء، مثل الرياء والسمعة. نعم.